مرة أخرى ما زلنا في ملعب الجيش وعقب تبرات النادي المصري ونادي حرس الحدود بالتعادل الإيجابي، وصاحب هدف هدف الأول لفريق حرس الحدود ونجم حرس الحدود ونجم النادي المصري السابق أحمد شرويدة حرست هدف، ولكن لم تحتفل احتراما أكيد لمشاعر ناديك السابق. لا، أنا نادي نادية وهم المربيني وأنا من معشى البلد أساسا. أنا من فضل علي المصري البورسعيدي، أنا شخصيا بره الكوره خالص انا بحبهم جدا وهم اللي مربيني، وانا تعرف ليا بدايه موسم الحمد لله على الاداء النهارده اللي انا حرست هدف، وان شاء الله يكون فتحه خير عليا ان شاء الله السنه دي. نقول اكيد ايضا وانت تلعب مع النادي المصري كان حارس الحدود بيمثل المصري مشكله، يعني اعتقد انك انت وانت في النادي المصري لم يكسب النادي المصري فريق حرس الحدود. لا كابتن، هي بتكون ظروف ماتش، بس انت عارف اللي هي ظروف ماتش واللعبه بتتغير ولعبه جديده بتخش ولعبه بتمشي، هي بس بتكون ظروف ماتش، بس انت عارف بقى دي كره القدم، مكسب وخساره، والحمد لله الاداء النهارده. لقيت نفسك مع حرس الحدود في الفتره الاخيره؟ انا اتمنى ان شاء الله لنفسي باذن الله بدايه فتحه خير على ان انا حرست جون، ان شاء الله باذن الله تكون سنه سعيده علينا ان شاء الله وعلى فريقي. بالتوفيق لك يا شرويدة، مبروك على هدفك. انا خليك يا كابتن، شكرا يا كابتن. شكرا كابتن سيف. ده كان لقائنا مع احمد شرويدة مهاجم فريق حرس الحدود اللي احرز هدف حرس الحدود الوحيد، عودة مرة اخرى واستاد مصر.